النساء والنصف من قسم الأخبار. نحييكم مشاهدينا ونبدأ النشرة بالعناوين. التكوين المهني خيار استراتيجي تشغيلي وعد في حاجة إلى تطوير آلياته وأساليبه. منظومة إنتاج الحليب أزمة تتفاقم بين الفلاح ومركزية تجميع الحليب. حيدرا معالم تاريخية مغلة في القدم تواجه التهميش وعدم الاستغلال سياحيا. مرحبا مجددا. أكثر من 600 مليون دينار اعتمادات ستخصصها الدولة لدعم منظومة التكوين المهني خلال الخماسية القادمة، منظومة ما فتئت يزداد الوعي بأهميتها من حيث آفاقها التشغيلية الواعدة. في هذا السياق يتنازل الصالون الوطني للتكوين المهني الذي انطلقت فعالياته صبيحة اليوم بقصر المؤتمرات بالعاصمة. سفيان شاب سكنه طموح النجاح منذ سنوات وعزم على تحقيق حلمه. البداية كانت بتلقيه تكوينا في اختصاص الجلود والأحذية بأحد مراكز التكوين المهني، واليوم هو يدير مصنعا للتصدير. سفيان مثال المتكون الناجح واكب اليوم فعاليات الصالون الوطني للتكوين المهني. أنا عملت فورماسيون 97-98 ومن بعد عملت عامين في المغرب في طريق الكوبيراسيون تونسو ماروكان، ومن بعد رجعت لتونس خدمت برسك عام، ومن بعد روحي طموحي اني نعمل مؤسسه ونخدم وندخل في سوق الشغل. ثم كيما ثم القرايه ثم التكوين المهني الاثنين يوصلوا، برك يلزم العزيمه وتحط في قلبه ويخدموا. التكوين المهني خيار استراتيجي تسعى الدوله لدعمه خلال مخططاتها القادمه، هذا ما اكده رئيس الحكومه لحبيب الصيد ابان اشرافه صبيحه اليوم على افتتاح الصالون الوطني للتكوين المهني. التكوين المهني اساسي، والدولة هذا من الخطوات الأساسية للدولة، وإن شاء الله مش يدعم في هالفترة هذه القادمة قطاع التكوين المهني حتى نوصل بقدر المستطاع نستوعب أكثر ما يمكن من العاطلين على العمل، لأن العاطلين على العمل هذيك مشكلتنا ومشكلة الناس كله. ثم عدة اختصاصات منها مطلوبة جدا على كل المستويات، والمعرض هذا فرصة برشا عاطلين على العمل يزوروه، ممكن العديد منهم تو يخرج بفكرة تختلف على الفكرة اللي في مخيلته، ولا هو منها ثم حل كان الدخول للعمل في الإدارة. التكوين المهني رهان المرحلة القادمة، رهان قد يصعب كسبه في ظل إشكاليات ما زالت تعيق واقع منظومة التكوين المهني. واقع معناها نتاع التكوين فيه من إشكاليات من ناحية البنية التحتية، ثم قدم تجهيزات، ثم بعض المراكز ثم اختصاصات مش مواكبة للتطور التكنولوجي. دونك هذا هو الأصل، ثم مشكل حوكمة المنظومة زاد كيف كيف، وثم عمل كبير ياسر تم على مستوى عملية الإصلاح، وثم معناها خطة كاملة حاضرة توا للتنفيذ إن شاء الله بعنوان سنة 2016-2020. النسيج والميكانيك والفندقة وغيرها من مجالات التكوين جلبت اهتمام شباب جاء للاطلاع على الأفاق التشغيلية لمختلف الاختصاصات قبل اختيار التكوين المناسب. التظاهرات من نوع هذا تمثل معناتها حاجة خارقة العادة لمحاولة استقبال الشباب وفهمهم للتكوين المهني في الميدان السياحي. لازم واحد يكون مغروم معناتها باش يمشي فيها فورماسيون ولا يكمل قرايته فيها باش ينجح فيها باش ينجم معناتها يوصل وين يحب هو. على امتداد ثلاثة أيام ستتاح للشباب المعطل فرصة التعرف على اختصاصات ومهارات قد تساعده على الاندماج في سوق الشغل. في الكافة تم تنظيم مسيرة منددة بالإجراءات التي اتخذها رئيس الحكومة لفائدة الجهة في آخر زيارة له الجمعة الماضي، مسيرة سرعان ما تحولت إلى مناوشات بين محتجين وعناصر أمنية استعمل فيها الغاز المثير للدموع. هذه المسيرة تحولت إلى مناوشات بعد استعمال الوحدات الأمنية للغاز المسيل للدموع لمنع المحتجين من عبور الحواجز والتوقف أمام مقر الولاية. مسيرة سلمية مطالبة بحقوقنا وبمطالب الجهة، وإذا لما وصلنا قبل الولاية اعترضتنا جحافل من الأمن الوطني. وقد سجلت إصابات في صفوف عدد من المشاركين في المسيرة بما ولد حالة من الغضب والهلع والفوضى. الحكومة أولى بها أن تجد حلولا للتنمية وحلولا لهذه الحركات الاحتجاجية عوض أن تلتجأ إلى أسلوب القمع. مسيرة سلمية باش فرحوا بينا،
هاي مسيرة سلمية. المسيرة كانت انطلقت من أمام الاتحاد الجهوي للشغل لتجوب عددا من شوارع المدينة رافعة شعارات تطالب بالتنمية والتشغيل وتندد بما اعتبر تجاهل الحكومة لمطالب الجهة إثر الزيارة الأخيرة لرئيس الحكومة. مسيرة سلمية، وإحنا عمرنا ما كنا نبنو باش ندمروا، إحنا نحبوا نبنو كسكان الكيف، نحبوا نبنو ونطالبوا بالتنمية والبناء. وعقب هذه التطورات عقد ممثلو المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني بالجهة لقاء صحفيا حملوا خلاله السلطة الجهوية مسؤولية ما رافق هذا التحرك الاحتجاجي، متهمين إياها بالسعي إلى مصادرة حرية التعبير كمكسب جاءت به الثورة التونسية. وعلى هامش صالون التكوين المهني والتشغيل وفي رده على ما حدث بالكاف قال رئيس الحكومة لحبيب الصيد ما يلي: احنا مشينا للكاف، عملنا منها قدمنا برامج تهم الكاف، تهم مستقبل الكاف، ممكن ثم ناس فهمت ما فهمتش بالوقت يفهم. هذيك الديمقراطية، كل حد عنده فكره ويعبر عن فكره كما يحب. أكد ناطق رسمي باسم الحكومة خالد شوكات أن الوضع الأمني في البلاد مستقر رغم التوترات الأخيرة التي شهدتها جزيرة قرقنة. وشدد شوكات في تصريح إعلامي عقب اجتماع مجلس الوزراء بإشراف رئيس الحكومة لحبيب الصيد على حرص الحكومة على ضمان ممارسة كافة الحريات الدستورية كحق الاحتجاج السلمي والتظاهر والاعتصام، مؤكدا في الوقت ذاته حرص الحكومة على حماية مواطن الإنتاج في جميع القطاعات. وفي جانب آخر أفاد خالد شوكات بأن مجلس الوزراء تناول مسألة التهريب وضرورة بذل مزيد الجهود لإيجاد منافذ قانونية بديلة للحد من الظاهرة، خاصة منها آلية المناطق الحرة، وأنه سيقع تركيز 14 منطقة حرة في المناطق الحدودية المتاخمة للجزائر وليبيا. على صعيد آخر كذلك نقل المتحدث عن رئيس الحكومة تأكيده خلال اجتماع مجلس الوزراء على أن تونس تعول على قطاع التكوين لمعالجة البطالة، مشيرا إلى أن المجلس نظر في ملف مراكز التكوين المهنية وما وضعته من آليات لمتابعة خريجيها باعتبارها إحدى زوايا الإصلاح لتكريس التلازم والتكامل بين التكوين المهني والتعليم الثانوي والعالي. في موضوع آخر الآن، أعلن المدير العام للطاقة والمناجم رضا بوزوادة عن تخفيض جديد في أسعار المحروقات في تونس بداية من غرة جويليا القادم، وسيشمل التخفيض بالأساس الغازوال 50 والغازوال العادي والبنزين. وأضاف بوزوادة أن التعديل سيكون في اتجاه التخفيض على أساس أن الأسعار العالمية الحالية المنخفضة، إذ يبلغ المعدل العام حوالي 33 دولار للبرميل، وأقل من السعر المرجعي الذي تم اعتماده عند أعداد ميزانية الدولة للسنة الحالية والبالغ قرابة 55 دولار للبرميل. وفسر المتحدث أن بداية من غرة جويليا سينطلق العمل بالآلية الجديدة لتعديل أسعار المحروقات، والتي سيتم بمقتضاها اعتماد التعديل في أسعار المحروقات بصفة آلية كل 3 أشهر. في ظل تواصل أزمة تجميع الحليب وغياب الحلول الجذرية، تبقى الوضعية عالقة لمختلف أطراف منظومة إنتاج الألبان بالشمال الغربي، رغم تواصل عملية تجميع الحليب بالمركزيات بباجة بكميات محدودة. حلول تبقى مؤقتة حسب الفلاحين الذين يناشدون الحكومة للتدخل. بنسق عادي واصل أصحاب مراكز تجميع الحليب بولاية باجة قبول كميات الحليب من منتجي الجهة، رغم التهديد في وقت سابق بتعليق نشاط تجميع الحليب في حال عدم إيجاد حلول للإشكاليات العالقة بالقطاع. وصلنا قبلنا على كمية صغيرة فمني حدود 2500، ومازلنا نشوفوا في الوضعية الحل شنو، ما كانش باش نحبسوا على القبول. أصحاب مراكز التجميع معناها يقبل ما عند الفلاح ومن بعد يمشي يطيشوا، هذا كل معناها انجرت عليه خسائر كبيرة للفلاح ولأصحاب مراكز التجميع. احنا كنا عملنا ونقبلوا في 15,000 و16,000 سنة معمل ستيل، وصلنا للألفين، الألفين اللي هما ما يغطوش التكلفة حتى نتاع المزوط وواحد الشهري للعمل. المشاكل اللي موجودة توا قاعدين نعيشوا فيها، لكن وصلنا قبول الحليب، خاطر شنو ذنب الفلاح زادا كيما باش تقبل عليه؟ عدينا معناها بيريود عندنا كوتا معين نخدموا به كل يوم، وبعد نحاول الكوتا هذاك، أما بطريقة غير مباشرة كوتا موجود كيفاش؟ احنا باغ اكزومبل نبعثوا توا كاميون للمعمل يبقى معناها لمتو غدوة باش يفرغ، يعني بطريقة غير مباشرة جيب لي كونتيتي محددة.
أزمة ألقت بظلالها كذلك على صغار المنتجين والفلاحين، حيث يضطر عدد منهم إلى إتلاف كميات هامة من الإنتاج، مما تسبب في خسائر جسيمة لهم، خاصة وأن مادة الحليب تعد مورد رزق أساسي. عندنا إشكالية تاع حليب، مرة طيشوه، مرة كل مرة كيفاش، ساعات يقبلوا ساعات ما يقبلوش، هاك تشوف ظروف عزم تاع حليب وعلفة. الحل بالحكومه، الحل يصدروها، خاطر فما بلايص يصدروا فيها، كانوا قبل يصدروا الليبي للجزائر، اما عام سنه ما فما شيء. والحكومه معناتها الناس اصحاب القرار معناتها ما تحركوش وما عملوش حل جذري، هالحلول الترقيعيه هذه. وانا حسب ما نشوف انا تو هو ان الفلاح والمشافر رجلين، انا تشوف تو مثلا المنطقه السقويه هذه معناتها مديونيه فوق مديونيه، وزيد الحليب يرجع والفلاح ما عندوش منين يخلص. اصحاب مراكز التجميع دعوا بدورهم الحكومه الى اتخاذ اجراءات فوريه وامتصاص مخزون الحليب المجمع لدى المراكز حتى يتمكنوا من مواصلة الحفاظ على منظومة الإنتاج. في ملف الجرائم الغذائية تتواصل عمليات الغش وترافقها في ذلك عمليات الإحباط، حيث تم بأحد المخازن بصفاقس حجز كميات كبيرة من البيض غير صالحة للاستهلاك، وقد تم إتلافها بالأماكن المخصصة لها. حوالي 200 ألف بيضة، جزء من كمية تمكنت الفرق الأمنية من قطع الطريق على توزيعها بعد أن اكتشف فسادها وتصاعدت رائحة الغش منها. وعلى أثر معلومات مفادها حجز كمية من البيض الفاسد بجهة جمال، مصدرها طريق تونس كيلومتر 14 صفاقس من أحد المداجن، تم توجه مباشرة على عين المكان من طرف دورية مشتركة من الحرس الوطني وتراتيب البلدية وكذلك عوان التجارة، فتم ضبط كمية تقدر ب 192,690 بيضة موجودة داخل أحد المخازن تنبعث منها رواح كريهة. جريمة اقتصادية أكدتها التحاليل المخبرية بعد أخذ عينة من البيض المحجوز. يحكي انه البيضه هذه غير طبيعيه، تحمل لون رمادي وبيض عليها رائحه كريهه غير سهل الاستعمال. هذا حسب الرابور داناليز اللي صادر عن صنع المخبر التحاليل والتجارب بصفاقس التابع لوزاره الصناعه. قمنا بحجز وقت لهذه المنتوجات وقمنا برفع عينات المخبر المركزي للتحاليل والتجارب بعد صدور بطاقة التحاليل من المخبر المركزي للتحاليل والتجارب. قمنا بحجز فعلي لهذه المنتوجات الغير صالحة للاستهلاك، واليوم باش نقوموا بعملية الإتلاف. تركنا البيض الفاسد في طريقه إلى المصب المراقب لإتلافه، وفي البال ألف سؤال وسؤال، أولها أن المتهمين الموقوفين على ذمة القضية هل كان في حاجة ماسة لبيع بيض فاسد؟ وماذا لو كان المال الفاسد بطاقة عبور إلى مسالك التوزيع؟ تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لإقليم الأمن الوطني بتونس من إيقاف أحد العناصر التكفيرية بمنطقة سيدي حسينة على علاقة وطيدة بأحد الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم في أحداث بنجردان. وأفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم بأن العنصر التكفيري اعترف بانضمامه إلى تنظيم أنصار الشريعة المحظور ومشاركته في أحداث السفارة الأمريكية، إضافة إلى قيامه بمعية عناصر تكفيرية أخرى بعضها متواجد بسوريا والبعض الآخر بليبيا بمبايعة تنظيم داعش الإرهابي. وأكدت الوزارة أنه بإلقاء القبض على بقية العناصر والبالغ عددهم 4 اعترفوا بانضمامهم لتنظيم أنصار الشريعة المحظور وانخراطهم فيما يسمى بالجناح العسكري ومحاولتهم إدخال أسلحة عبر شريط الساحلي التونسي الليبي إلى الجنوب ومنه إلى العاصمة بمخازن بمنطقة برين بضواحي تونس. وأضافت الوزارة أن أحد الموقوفين أشار إلى وجود 3 خلايا نائمة أخرى متفرقة بكل من حي الزهور وبردو وجبل الأحمر، بالإضافة إلى توليهم تسفير عدد من الشبان إلى ليبيا. وبيّنت الوزارة أن النيابة العمومية بتونس 2 أذنت بالاحتفاظ بجميع الأطراف، وتعهدت فرقة الشرطة العدلية بسيدي حسين بمواصلة الأبحاث. بمناسبة الاحتفال بذكرى 60 لعيد قوات الأمن الداخلي انتظم بمقر ولاية المنسير حفل تكريم لأبناء المؤسسة الأمنية. الاحتفال كان مناسبة لتثمين انتصارات بواسل تونس وتأكيد على مواصلة العمل لاجتثاث آفة الإرهاب. تحت شعار معا نقضي على الإرهاب انتظم بمقر ولاية المنستير حفل تكريم للأمنيين بمختلف أسلاكهم بمناسبة الاحتفال بذكرى 60 لعيد قوات الأمن الداخلي بحضور السلطة الإدارية ونواب الجهة ومكونات المجتمع المدني.
مناسبة لشكرهم لتثمين مجهودهم على الدور الكبير اللي قوموا به، كما أنه مناسبة باش نذكر أبطالنا البواسل اللي توفوا من الأمنيين في للذود على الوطن والتمني الشفاء للمصابين منهم. الحفل كان فرصة لتثمين العمل الأمني بالجهة، ووقع بالمناسبة تقليد قرابة المئة عون بشارات ترقياتهم الجديدة. بالمناسبة هذه أرانا مزيدنا كان قوة وتماسك من أجل الحفاظ على مكتسبات الجمهورية الثانية في تونس باش نحافظوا على بلادنا بكل ما أوتينا من قوة. نحيي اليوم الذكرى 60 وقوات الأمن الداخلي تعاني من عدة نقائص وعدة ظروف. عيد قوات الأمن الداخلي بالمنستير اعتراف بالمجهود الأمني المبذول وعمل متواصل لمزيد العطاء لحماية البلاد والعباد. تتواصل بسوسة فعاليات الندوة الدولية حول تعزيز قيم السلام والحوار، ندوة نظمتها المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ووزارة الثقافة. الندوة جاءت تحديا للإرهاب وثقافة الموت لتؤكد على أن تونس أرض ثقافة وحوار. في يومها الثاني تمحورت مداخلات الندوة الدولية حول تحديات السلام في منطقة الساحل وجنوب الصحراء، العنف والإرهاب والاتجار غير المشروع بالمخدرات وكيفية التعاون الإقليمي لبناء السلام في الفضاء الأورومتوسطي. طرحت فكرة وسعيد بن علمت أن هذا المؤتمر تبناها، طرحتها في أوروبا، طرحتها في جنوب أفريقيا، وأطرحها الآن في بلد السلام بلد تونس، أن يكون هناك يوم عالمي للثقافة، ثقافة للسلام، ثقافة رفض العنف. بأن الدولة التونسية وجميع المجتمعات المعنية بظاهرة الهجرة عليه أن تمنح مشاريع حياة من خلال الشغل اللائق، من خلال الحوكمة، من خلال مقاومة الفساد، ومن خلال الريان على التعليم. تقريبا هذه ولا أقول وصفة ولكنها هي مداخل لتجنيب الشباب من السقوط في الشبكات المهربة. كما تم التطرق إلى أهمية التعليم في مكافحة الإرهاب والعمل على إصلاح المنظومة التعليمية والرقي بالمشهد الثقافي والإعلامي حتى يكون مصدرا للسلام والرخاء الاقتصادي في كنف الحوار وتقاسم الأدوار. أهم الدور للإعلام في هذا المجال هو نشر الفكر الذي نؤمن به، فكر الحوار، فكر التسامح، يعني مبادئ العدالة، إصلاح المنظومات التربوية وإصلاح النظرة للدين الإسلامي. احنا ماذا بينا نأسسوا الجيل الجديد. نتائج متاع المجهودات هذه مش نتائج آنية ومش فورية، لن تظهر الآن، إن شاء الله نأسسوا لجيل جديد ونبدأ ونمشي والمنبع الداء. ندوة تهدف إلى تعزيز الحوار والسلام والأمن وتحقيق اندماج سياسي واقتصادي واسع ومتعدد بين مختلف دول العالم. وتحت عنوان ظاهرة التطرف ومأزق العنف والإرهاب انتظمت بالقيروان ندوة علمية دولية في الغرض بحضور عدد من المختصين، ظاهرة تحتاج حسب الحضور إلى دراسات علمية لتحليلها واحتوائها لاجتثاثها من مجتمعنا. المساهمة في التصدي لظاهرة الإرهاب مثل محور ندوة علمية ينظمها مركز الدراسات الإسلامية بالقيروان تحت عنوان ظاهرة التطرف ومأزق العنف والإرهاب. هذه المداخلة أردتها أن دراسة وتحليل لأهم هذه الحركات، وأقول هنا حركات هامشية باعتبارها حركات لا تنبع من عمق الفكر ولا ليست متأصلة في تاريخ المسلمين بقدر ما هي حركات عابرة، أعتبرها عابرة وهي إلى زوال في الحقيقة. وأخذت نماذج من هذه الحركات، مثلا عندما رجعت إلى العصر العباسي مثل حركة الحشاشين، حركة الروندية، حركة القرامطة، حركة البابكية، وهي حركات ظهرت ومارست العنف في مواجهة السلطة السياسية وهي ترفض المشروع السياسي الذي يطبق في ذلك الوقت. وبالتالي أنها رغم أنها مارست كل أشكال المواجهة من أجل الوصول إلى السلطة فإنها انتهت بالفشل وآلت إلى الزوال. هذه معركة المجتمعات الإسلامية والتطرف والإرهاب معركة قديمة، يعني ليست اليوم ظهرت علينا، يعني يجب علينا أن نعود إلى التاريخ قليلا فنجد أن هذه المعركة يعني مستمرة من قديم، يعني معركة الإرهاب والتطرف منذ الرسالات الأولى، ليست حتى رسالة الإسلام فقط، يعني ظاهرة يعني أحيانا تجتاح يعني وتنتصر المجتمعات دائما. وترمي التظاهرة التي تمتد لثلاثة أيام لدراسة التطرف من منظور علمي أكاديمي ثم البحث عن حلول مجدية سيتم نشرها لاحقا للاستفادة منها.
بالدروس والمحاضرات والندوات والمسامرات. هناك دروس تقع الآن بكل المعتمديات والذي تنتج معناها في هذا الإطار في مقاومة الإرهاب والتطرف. هذه الظاهرة أصبحت ظاهرة عالمية، يعني ليست فقط حكر على بلادنا، ولكن في نفس الوقت يعني نحن نحاول من موقعنا أن نحلل هذه الظاهرة وأن نبحث في الأسباب العميقة التي وراءها. إلى جانب هذا فما برنامج كامل ومتكامل قررت رئيس الحكومة وتقوم به وزارة الشؤون الدينية، وتم تخصيص اعتمادات هامة وهامة جدا لظاهرة التطرف، ظاهرة العنف، وهذا معناته كما نعود نأكد أنه هذه مسؤولية الجميع، كل مواطنين والمواطنات. إلى جانب المعالجة الأمنية لظاهرة الإرهاب، فإن الجانب العلمي جزء لا يتجزأ لاحتواء الظاهرة، لكن ما يطرح نقاط استفهام هو الحضور المحتشم في هذه الندوة. وفي مدنين يعمل كذلك عدد مكونات المجتمع المدني على تقديم تصورات لمقاومة ظاهرة الإرهاب والتطرف. تنسيقية المجتمع المدني بالجهة ومن خلال هذه البادرة تسعى إلى بلورة مختلف الرؤى لإعداد استراتيجية تخص الظاهرة بالمناطق الحدودية. مع تنامي مظاهر العنف والتطرف والإرهاب، أضحى دور الجمعيات المدنية ذات العلاقة محوريا في وضع مدونة بحث وتحرك ميداني للحد من تداعيات ظاهرة الإرهاب. نحن هنا لنتناقش ونبحث في تركيز وحدة بحث وتفكير حول مقاومة العنف ونبذ الإرهاب، مقاومة الإرهاب ونبذ العنف ونشر ثقافة السلم، مساهمة منا كجزء من المجتمع المدني بولاية مدين ومن المجتمع المدني الوطني لتقديم تصور حول مقاومة العنف يضاف إلى كل التصورات التي تقدمت من قبل. اليوم لازم نكون واضحين أنه اليوم فما ظاهرة دخلت على البلاد هذية اللي هي ظاهرة الإرهاب المتطرفين دينيا، معناه وإحنا نعرفوا أنه زوز الولايات اليوم في الدورة هذية تطاوين ومدنين فيها زوز معتمديات حدودية اللي هي بنقردان وكذلك إذهيبة. وفي مبادرة لبلورة آليات هذا التحرك، دعت تنسيقية برنامج دعم المجتمع المدني إلى التفكير في إرساء هذه الآليات. هي وحدة تفكير وبحث نحب من خلالها أن نرسم استراتيجية جهوية ولما لا وطنية بالاستعانة بطبيعة الحال مع الخبراء، ثم من خلال يمكن الاستراتيجية هذه نبني ورقة عمل أو برنامج عمل تنخرط فيه الجمعيات في ولايتي مدنين وتطاوين. في ولايتي تطاوين ومدنين وفي تداعيات مباشرة لأحداث بنقردان الإرهابية، رفعت مختلف الأطراف المتداخلة نسق عملها لاحتواء تداعيات هذه الظاهرة الإرهابية وامتدادها في هذه الدائرة الجغرافية الاستراتيجية على الحدود التونسية الليبية. برنامج مخطط السلامة المجتمعية ببنقردان مشروع يراهن على نقطتين أساسيتين، النظافة وتوعية الشباب. برنامج تم عرض نتائجه النهائية أمام مكونات المجتمع المدني بالجهة للتباحث حول التصورات والمقترحات. أنشطة هامة منها الميدانية والتوعوية تضمنها برنامج مخطط السلامة المجتمعية ببنقردان الذي عرضت نتائجه النهائية أمام مكونات المجتمع المدني ببلدية بنقردان. المشروع هذا يخذ زوز نقاط لمحاولة دعم الإيجابية في الجهة، اللي هو بنقردان كيف تكون بنقردان أنظف وأجمل، وكذلك دعم السلوك السليم لدى الشباب. اللجنة هذه قامت بتقرير حسب رؤى معينة، رؤى أفرزتها عمل الجمعيات. الرؤى هي مدينة نظيفة، بنقردان مدينة نظيفة ومدينة جميلة، وجزء آخر شباب أكثر وعي أكثر ثقافة وأكثر فاعلية. كما سيركز هذا البرنامج على عنصر الشباب في حملات التوعية وتشريكه في هذا البرنامج. هو جزء من المشروع هذا موجه للتلامذة بحكم أنهم شباب، هم يعني شباب بنقردان أكثر وعي وثقافة وفاعلية. احنا حبينا أن شبابنا ينخرط في العمل المدني في العمل التطوعي. لفت انتباهي أنه للأسف الفئة الشبابية اللي نراها أن يهمها الموضوع هذا بصفة معناها مباشرة
غير ممثلة هنا في الاجتماع. المشروع هذا هو في حد ذاته مشروع سمح، لكن التنفيذ احنا تولينا نعانوا من مشكلة التنفيذ. شكون اللي بيقوم بالاشغال هذه؟ اندرى الشط وقت يدخل قيد انت 18 مليون، اندرى 18 مليون تاخذ البلدية هي بتقوم به الواحد ولا بيعطوه المقاول. مخطط السلامة المجتمعية ببنجردان مشروع وصفه الحضور بالهام بالنسبة للجهة، ستبرز نتائجه أكثر خاصة مع بداية تنفيذه على أرض الواقع، ما يعطي صورة أجمل لمعتمدية بنجردان من ولاية مدنين. في ورقتنا الثقافية نواكب فعاليات مهرجان الفرجاني منجل للمسرح بيجابس، دورة سجلت مشاركة عدد من الأعمال المسرحية والورشات التكوينية لفائدة محبي الفن الرابع. على امتداد أسبوع تعيش مدينة جابس على وقع فعاليات الدورة 22 لمهرجان الفرجاني منجل للمسرح، دورة تم افتتاحها بمسرحية الصحافي ليلما للإنتاج المسرحي بجابس. العمل اللي تمثل في مراوحة بين عالمي الصحافة والمسرح في علاقة تفاعلية، علاقة معناها تجمعهم منذ تقريبا بدايات، ما نقولش بدايات الفن المسرحي، لكن منذ أن أصبح الفن المسرحي معناها جزء لا يتجزأ من عالم الثقافة في هذا المشهد العالمي، معناها في حياة الإنسان بشكل عام. وبالتالي هي مراوحة، حبينا نعمل قراءة للفن المسرحي من خلال رؤية صحافي جاء لاكتشاف عالم المسرح من خلال مهرجان جاء يغطي فيه معناها كالعادة، واكتشف العديد واكتشف الأشياء العديدة في هذا العالم الغريب والعجيب. أنا مكون مؤطر، عندي ورشة الارتجال تكوين الممثل، الشريحة عمرية كبيرة شوية فيها التلامذة وفيها الطلبة، هي الأبجديات الأولى للممثل وعلاقته بالركح من خلال الارتجال، معناها مش من خلال نص حاضر، هو من خلال الارتجال وكيفية التعامل مع الارتجال كمسلك من المسالك تلقين الممثل وتعليم الممثل. برنامج هذه الدورة جاء ثريا وجمع بين التكوين والعروض المسرحية الهاوية والمحترفة. برنامج هذه السنة هو برنامج ثري جدا، فيه العديد من المراوحات وقد شملت العديد من الورشات على جميع التقنيات، وهذا فتح المجال أمام مجموعة من التلاميذ والطلبة للمزيد من الاطلاع على العمل المسرحي في جميع أبعاده وتجلياته. ثم أن ربما خصوصية هذه الدورة أنها راوحت ما بين المسرح المحترف والمسرح الهواة. مجموعة من العروض الاحترافية المتميزة من مختلف أنحاء البلاد، وبطبيعة الحال اليوم احنا نواكب عرض افتتاحي من إنتاج أولاد البلاد وإحنا فخورين بهذا العرض. مهرجان الفرجاني منجل للمسرح ينظمه المركب الثقافي بجابس بالتعاون مع جمعية إبداع للمسرح والفنون بشنني، وتتوزع فقراته بين فضاءات ثقافية عديدة. يعتبر الموقع الأثري حيدرا بالقسرين من المعالم المهمة في تاريخ الحضارة التونسية، والذي يمتد على مساحة شاسعة، أهمية لم يقع استثمارها إلى حد اليوم في التنمية السياحية للجهة، وظل هذا الموقع مهمشا. حيدرا أو أميدرا الأثرية تحاكي التاريخ بمعالمها الأثرية والتي بلغ عددها 70 معلما، معالم تكاد تحافظ على شكلها الأصلي على غرار قوس 60 سفارة الرومانية أو قوس النصر. كثرة المعالم الموجودة خارج موقع المدينة ما يقارب 70 معلم موجودة خارج موقع المدينة، إضافة إلى ذلك وكما قلت أهم ما يميز مدينة حيدر هي القلعة البيزنطية التي شيدت في القرن السادس. كل ركن من هذه المنطقة يسرد إلينا قصة، مبنى الكابيتول، أحواض النصب، المسرح، الكنائس، الحمامات، الحصن البيزنطية، قصص حضارات تعاقبت على هذه البلاد. الموقع الأثري بحيدر يعتبر من أهم المواقع الأثرية في شمال أفريقيا، والذي يمسح أكثر من 122 هكتار من المساحة الأثرية الموجودة بحيدر. دورنا كجمعية يعني هو التعريف بالموقع الأثري بحيدر. أكثر من 2000 سنة مرت على تأسيس هذه المنطقة، أثار مهمشة، متحف مغلق، وسياحة ثقافية شبه غائبة، وشواهد تمس أغلبها تحت الأرض واندثر البعض الآخر. الثروة هذه ونوظف هالمكسب والميزة اللي تتميز بها الجهة هذه
كونها منطقة زاخرة وزاخرة جدا بالمعالم التاريخية اللي هي غنية وثرية واللي السائح يبهر بها كيف يجي ويعجب. ومنها يكون الطريق إلى مائدة يوغورت الشهيرة ومدينة مكتريس أو مكثر حيدرا أو أميدرا، أحد أهم المواقع الأثرية بالقصرين التي تضم ثلثي الآثار الوطنية، إضافة إلى مدينة سبيتلا أو سوفيتلا. إذن حيدرا آخر محطاتنا الإخبارية لليوم مشاهدينا، ونذكركم بأبرز ما جاء في النشر من عناوين. التكوين المهني خيار استراتيجي تشغيلي واعز في حاجة إلى تطوير آلياته وأساليبه. منظومة إنتاج الحليب أزمة تتفاقم بين الفلاح ومركزيات تجميع الحليب. حيدرا معالم تاريخية مغلة في القدم تواجه التهميش وعدم الاستغلال سياحيا. نقطة الختام مشاهدينا لهذا الموعد الإخباري، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.